راح تكثر الأخطاء، راح يقل التركيز، راح يكون العقاب قاسي جدا. شاهدنا أخطاء يعني غير منطقية بدائية داخل 18 متر، المفروض أنهم يتحملوا عبء المباراة ذهنيا. ليش؟ لأن العامل الانفعال وعامل النرفزة راح يكون مسيطر على يعني تقريبا عقول الفريقين، وبالتالي راح يكلفهم غالية لو سقطوا في هذا الفخ. نعم، شكرا لكم كباتن. مرة أخرى نعود إلى الجزائر وملعب 5 يوليو الشوط الثاني، اتحاد العاصمة والمريخ السوداني. الميكروفون إلى محمد الشامسي على الصوتية الأولى، والصوتية الثانية أحمد الحامد. شكرا للزميل العزيز طارق الحمادي، شكر موصول للكباتن بالاستديو التحليلي كابتن فهد علي والكابتن مهدي بن عبيد. سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا الكرام، على المحبة نلتقي مرة اخرى مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط اول انتهى بنتيجة التقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف اللي سجله أسامة شيتا في شوط المباراة الاول وسط اعتراض واحتجاج من جانب الفريقين في شوط المباراة الأول، والأحداث اللي كانت حاضرة مع نهاية شوط المباراة الأول لا نتمنى بأن نشاهدها في شوط المباراة الثاني. نتمنى بأن نشاهد شوط ثاني فيه إثارة ومتعة وكرة قدم ما بين الشقيقين الجزائري والسوداني في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال هنا في 5 جويليا في معقل وملعب نادي اتحاد العاصمة. شوط المباراة الثاني راح ينطلق بعد لحظات، نفس الأسماء نفس اللاعبين، لا تغييرات ولا تبديلات بالنسبة للمدربين، المدرب يعمل الزلفاني والمدرب أيضا فروغي اللي لم يجري أي تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني. هنا جماهير ميلانو، جماهير اتحاد العاصمة، الجماهير اللي أطلقت على نفسها بجماهير ميلانو. هنا حارس المرمى إسماعيل منصوري من يحمل شارة القيادة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. جماهير اتحاد العاصمة اللي لا تهدأ أبدا، نفس ألوان الميلان والفترة اللي كان فيها الميلان متألق في فترة ماضية عندما كان يتوج بدوري الأبطال والدوري الإيطالي والبطولات المحلية والقارية. كان اتحاد العاصمة من المفارقات الغريبة، كان أيضا اتحاد العاصمة متألق ويتوج بالعديد من الألقاب في تلك الفترة. الميلان انخفض أداء في الفترة الماضية، اتحاد العاصمة يغيب عن البطولات هذا الموسم، يعود مرة أخرى إلى الطريق الصحيح. فريق كما تحدث الكابتن فهد علي لعب 21 مباراة في هذا الموسم، فريق جاهزية البدنية والفنية أفضل من جاهزية المريخ. لكن الآن المريخان بعد أن وضعوا البطولة الأفريقية وبعد البداية السيئة والغير منتظرة من جماهير الفريق، لا تتمنى أن تودع بطولة أخرى من خلال هذا اللقاء. كرة موجودة الآن، محمد أمين نقل في جهة اليمنى الكرة العرضية الخطيرة، لكن رمضان خلصها. عادت مرة أخرى المحاولة أمامية فيها إبعاد في الدقيقة الماضية، كرة بتعود، تيكت موجود لكن الكرة أبعدت. عادت مرة أخرى، المحاولات حاضرة، عبد الرحمن مزيان نقلها من جد النيل، حارس المرمى خرج في التوقيت المناسب. تشكيلة اتحاد العاصمة، اسماعيل منصوري في حراسة المرمى، محمد بن يحيى بالقميص رقم 5 يلعب بجانبه، ربيع مفتاح، وليد عرجي ورضوان شريفي، أمامهم عبد الرؤوف بن قيد وأسامة الشيتا صاحب الهدف الوحيد، وحمزة قدري وفوزي هاي محمد أمين عبد الرحمن مزيان. هذه تشكيلة اتحاد العاصمة بينما نادي المريخ ليبدأ بمنجد أبو زيد في حراسة منجد النيل في حراسة المرمى في هذا اللقاء وفي هذه المباراة. رباعي الخط الخلفي حجار وأمير والجس والتاج، أمامهم التيكت وضياء ومحمد الرشيد ورمضان عجب، وخط الهجوم محمد عبد الرحمن الغربال وخالد النعسان
هذه تشكيلة نادي المريخ في شوط المباراة الثاني. شوط أول كانت في فرص في محاولات أكثر اتحاد العاصمة يلعب على ملعبه ويبحث بأن يستفيد من عاملي الأرض والجمهور في شوط المباراة الثاني، عليه أن يسجل هدفين إذا أراد التأهل والوصول إلى ربع النهائي من هذه البطولة. عبد الرحمن مزيان اللعيب مزيان جرب، لكن الكرة أبعدت. عادت مرة أخرى المحاولة بالجهة اليمنى، فيها تمريرة إلى رضوان ونقلة. حكم مباراة سلطان عبد الرزاق الحكم الإماراتي اللي يدير هذه المباراة ويدير هذا اللقاء. الكرة تتخلص تعود إلى محمد عبد الرحمن، يعود لمساندة زملاء في الخط الخلفي. اليوم يفتقد نادي المريخ لبكر المدينة، واحد من أهم الأوراق. يفتقدون أيضا اتحاد العاصمة للعديد من الأسماء والعديد من الأوراق في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، لكن اتحاد العاصمة عودنا دائما بأنه بمن حضر، والمريخ بمن حضر، والكرة موجودة. محاولة وصلت في الجهة اليسرى، عرضية عالية خطيرة، منجد النيل خرج في التوقيت المناسب وأمسك بالكرة الماضية. مدرب الاتحاد الجزائر، مدرب اللي واضح أمامك على الشاشة، اللي كان له حديث ما بين أو قبل بداية هذا اللقاء، المدرب تيري بروغي مدرب اتحاد العاصمة، اللي أقر بصعوبة المهمة أمام المريخ في هذا اللقاء. بروغي قال نلعب مباراة صعبة وأمام خصم صعب في هذه المواجهة. شوط أول أنهى بهدف مقابل لا شيء. الكرة موجودة الآن، محاولة ما تفهموا عليها، لذلك الكرة أبعدت وصلت سهلة عند ربيع بن يحيى. تعود مرة أخرى، في وسط الملعب تمريرات، لكن أيضا هنالك صافرة بوجود خطأ. فوزي يايا هو اللي سقط على أرضية الملعب، وخطأ يحتسب لفوزي يايا في اللعبة الأخيرة. قال يجب تدارك فارق الأهداف من أجل العبور إلى ربع النهائي. مدرب تيري بروغي قال بطولة كأس زايد من أهدافنا، وعلينا أن نتأهل بالرغم من أننا نواجه فريقا قويا خلق لنا الصعوبات الكثيرة في أم درمان. في السودان وسجل علينا 4 أهداف كاملة. الكرة موجودة الآن أمامية، وصلت سهلة عند منجد النيل، أمسكها على مرتين. مدرب أيضا رد على تصريحات المدافع فاروق شافعي، اللي قال بأنه لم ينل مستحقاته منذ عام ونصف. قال الوقت غير متاح للحديث عن الأمور الشخصية، هدفنا هو التأهل. تقريبا الفريقين على الأمور الإدارية اللي موجودة في الفترة الماضية في اتحاد العاصمة والمريخ متقاربين، بالرغم من أن الدور الأول بالنسبة لاتحاد العاصمة عرف عنا هذا الشيء بأنه مستقر فنيا وإداريا وما عنده أي مشاكل مالية. هكذا عرف عن اتحاد العاصمة في الدور الأول، وكان متصدرا وبطلا للشتاء، لكن في الدور الثاني العديد من الأمور اللي أثرت على هذا الفريق وهذا الكيان اللي أمامك. كرة بتعود الآن، محاولة لمصرعة مزيان، نقلها أمامية، طالت وعدت من أمام عبد الرحمن مزيان إلى ضربة مرمى. عبد الرحمن مزيان استمرارا لنجوم كثر مروا على نادي اتحاد العاصمة، طارق كريم، غازي، تيري بلال، حارس المرمى هشام، وعلى مستوى الأجانب الفريقين ما يلعبون بأي أجنبي في هذا اللقاء. على مستوى الأجانب يبقى اللاعب ديالو أفضل لاعب في بطولة الدوري الجزائري، واللاعب اللي انتقل إلى نادي نونت في الليغ آن في بطولة الدوري الفرنسي، وكان أعلى صفقة بيع في تلك الفترة. ديالو أعلى صفقة بيع من الدوري الجزائري.
علي القارة العجوز. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت في وسط الملعب. شوف الأندية الأوروبية تثق بشكل كبير في اللاعب الجزائري، لأن المثال اللي أرسلوه في البداية بنى جسرا قويا، بنى جسرا قويا للوصول بعد ذلك لبقية الأسماء. وهذا اللي يجب فعله على كل الدول العربية اللي تبحث عن تواجد لاعبيها في القارة العجوز في الفترة القادمة. اليابان أرسلت ناكامورا مع نادي سيلتيك وبنى جسرا من التواصل. الآن الأندية الأوروبية تثق بشكل كبير في اللاعب الياباني. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت أمامية في وسط الملعب لربيع مفتاح. ربيع نقلها، لمسة أمامية، محاولة نقلها إلى عبد الرحمن مزيان. مزيان نقلة لكرة عرضية عالية لكنها تصل سهلة، تصل سهلة إلى حارس المرمى. وصلت سهلة عند حارس المرمى. حديث كان موجود من الكباتن بين الشوطين عن أداء اتحاد العاصمة وأيضا عن أداء نادي المريخ. مهدي بن عبيد واحد أيضا من المدربين التوانسة اللي لهم تاريخ واللي تحصلوا على العديد من الرخص التدريبية وله تجارب كبيرة، ومحلل أبو ظبي الرياضية. كان له حديث ما بين الشوطين على أن نادي المريخ يدافع في منطقته، يترك المساحة كاملة لنادي اتحاد العاصمة يصول ويجول في شوط المباراة الأول، لذلك الخطورة تستمر مع بداية شوط المباراة الثاني، والضغط يستمر، والنتائج الصعبة اللي كانت على نادي المريخ تأثر عليه، والنتائج الصعبة في هذا الموسم على نادي اتحاد العاصمة أيضا تأثر عليه. لذلك اليوم المتأهل من هذه المباراة راح يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. نشاهد ونتابع دقائق 10 تقريبا مع بداية شوط المباراة الثاني، وشوط أول انتهى بتقدم لاتحاد العاصمة. أسامة شيتا بهدف مقابل لا شيء، وراح يطرق الآن ورقة أخرى المدرب تيري فروغي، راح يطرق دورة أو عفوا ورقة أخرى مع بداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة تتخلص هذه وبتعود في الخلف، المحاولة إلى رضوان شريفي. رضوان نقلها إلى محمد بن يحيى. بن يحيى وتمريرة بالراس فوزي هايا، لكن الكرة تتخلص وتبعد. في سيطرة لاتحاد العاصمة لكن ما فيها خطورة كبيرة، ما فيها خطورة كبيرة. كرة بتعود الآن، محاولة لخالد النعسان، حاول فيها لكن كرة خالد بالطول بتعدي إلى رمية التماس. تحدثنا عن حديث مدرب الاتحاد العاصمة المدرب تيري فروغي اللي راح يدفع الآن بورقة قادمة، بورقة مهمة في الخط الأمامي. لاعب من الأسماء اللي كلما دخل ترك بصمة، الآن يستعد للدخول إلى أرضية الملعب بالقميص رقم 24 محمد بن خماسة. أسامة شيتا، محمد بن خماسة يعني من اللاعبين الأساسيين. بن خماسة يدخل الآن مع بداية شوط المباراة الثاني. موجود عندهم أمير سعيود، أمير سعيود لعيب ميسي الجزائر، اللاعب اللي خاض تجربة مع الأهلي المصري لكن لم يكتب فيها النجاح لأمير سعيود. خاض تجارب عديدة، موجود في دكة البدلاء، موجود مراد بروان، أيمن محيوس، بلال بن حمودة، مختار بن موسى، ورفيق أبو دربال
الكرة بتعود، محاولة ولمسة هذه أمامية خطيرة لعبد الرؤوف، عبد الرؤوف نقلها أرضية عالية، حارس المرمى خرج في التوقيت المناسب، منجد النيل أمسك بكل ثبات. كرة بتعود الآن، محاولة في الجهة اليسرى، انطلاقة أمامية للغربال، يحاول غربال والنعسان ورمضان عجب الثلاثي الموجود في الخط الأمامي والثلاثي اللي يحاول في شوط المباراة الثاني انه يشكل خطورة، يزعج دفاعات نادي الاتحاد العاصمة. على الجانب الآخر موجود مزيان، محمد أمين، رضوان الشريفي، تكون له طلعات ايضا في الجهة اليمنى. الكرة بتعود الآن، محاولة فيها صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لمزرعة فوزيايا، فوزيايا لاعب اللي كما ذكرت كان يعني أحاديث حوله بأن ربما يكون غير جاهز لهذه المباراة ولهذا اللقاء، لكن فوزيايا تير فروقي يعتمد عليه ويثق فيه ويشرك في هذا اللقاء رغم من أنه كان يعاني من إصابة. الكرة بتعود الآن خطيرة بالرأس، وحيداً محمد بن يحيى، لكن محمد بن يحيى أهدر الكرة الماضية، أهدر الكرة الماضية، فرصة بتصل سهلة عند حارس المرمى اللي يمسكها بكل ثبات، أمسك الكرة الماضية بكل ثبات، يبحث عن بداية هجمة في الدقائق القادمة، في اللحظات القادمة من هذه المباراة وفي شوط المباراة الثاني اللي نقترب الآن من أول ربع ساعة مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة بتعود الآن، في الجهة اليسرى محاولة وصلت هذه خطيرة، العرضية من مزيان، التسديدة يا حبيبي، وحدة على الطاير، يسجل الثاني، يسجل الثاني الاتحاد العاصمة، أصبحت النتيجة 2-2 لا شيء، اتحاد العاصمة وجماهير ميلانو، جماهير اتحاد العاصمة هنا في خمسة ويليام أو كما يحلونهم في سان سيرو سعداء بهذه النتيجة، سعداء بهذا التقدم. لكن شوف عرضية المعلم عبد الرحمن مزيان، مزيان مزيان مزيان، ورقة مهمة جدا في قائمة المنتخب الجزائري وفي قائمة اتحاد العاصمة وبلد المواهب، بلد المواهب تقدم لنا موهبة جميلة. عبد الرحمن مزيان نقلها عرضية بالمقاس، بالمقاس للقادم من الخلف وليد عرجي، وليد وضعها في الشباك، سجل الهدف الثاني في هذه المباراة، أصبحت النتيجة 2-2 لا شيء لمصلحة نادي اتحاد العاصمة على المريخ، 2 لا شيء. الفارق الآن هدف، الفارق هدف فقط، إذا سجلوا الثالث هذا يعني بأن اتحاد العاصمة إلى الدور القادم. لكن هنيئا للجزائر بهذه المواهب، هنيئا للجزائر بهذه المواهب، ومدرب المنتخب الجزائري ياخذ مين ويترك مين، والجزائر أرض خصبة لإبراز المواهب، أرض خصبة لإبراز المواهب. في كل عام تشاهد نجوم وأسماء، ما يختلف اثنين على أن الجزائر رياضيا هي بلد المليون موهوب، رياضيا هي بلد المليون موهوب وأكثر، ما شاء الله عليه، يعشقون كرة القدم لدرجة الجنون. كرة وضربة مرمى تصل إلى منجد النيل، حارس المرمى اللي ينقل الآن أمامية، محاولة بالرأس عادت إلى الغربال، أكثر لاعب تشعر بغيابه في فريق المريخ أكل المدينة.
مأكر المدينة، مأكر المدينة، يعطي ثقة لبقية زملاء في أرضية الملعب. اليوم بكري غير موجود وسط الملعب، تشعر فيه فراغ كبير. كرة بتعود الآن، محاولة عرضية تتخلص هذه وتبعد، عادت مرة أخرى، انطلاقة أمامية للأمام خطيرة للنعسان، نقلها لكن الكرة هنالك صافرة وخطأ. خطأ يحتسب للتيكت، هو اللي عرقل حكم المباراة يحتسب الخطأ في اللعبة الماضية. مدرب المريخ يامن الزلفاني قال جئنا إلى الجزائر من أجل الفوز. ياه على هذا المنظر، في بعض الأحيان لا تجد كلمة تصف فيها هذا المنظر الجميل، تقلب في قاموسك ولا تجد كلمة تفي هذا الجمهور حقه، يستحقون كل كلمات المديح والثناء. جماهير اتحاد العاصمة يعشقون هذا الفريق ويقفون خلفه ويعتقدون بأن هذه المباراة هي طريق العودة لنادي اتحاد العاصمة إلى الطريق الصحيح من خلال هذا اللقاء. الأمر نفسه بالنسبة لنادي المريخ، كرة وركلة ركنية، ركلة ركنية، اتحاد العاصمة مسجل اثنين ويبحث عن الثالث، والكرة العرضية عالية لكن منجد النيل أمسك الكرة الماضية، يبحث عن بداية هجمة في الدقائق القادمة. وصلنا إلى الدقيقة 20 في شوط المباراة الثاني مع بداية المريخاب متخوفين من الخروج من التوديع في هذه المباراة. الفريق السوداني والفريق الجزائري ينتظر هدف ثالث، يبحث عن هدف ثالث يوصل إلى ربع النهائي، وما بين حلم هذا وأمل الآخر. شوف اللعيب، شوف اللعيب، تترك مين وتمسك مين، كلهم لاعبين مميزين. هذا مزيان، 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 عرضياته، عرضياته خطيرة، مزيان، مزيان، عرضية أخرى والكرة تتخلص وتبعد، عادت مرة أخرى. المحاولة لخالد النعسان، خالد النعسان حاول فيها، كرة مبعدة، كرة عادت مرة أخرى لخماسة، سدد خماسة لكن كرة تمرت وعدت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى، تسديدة كانت حاضرة. شو مزيان، شو مزيان، يا مر وراوغ من أمام التيكت بطريقة جميلة. تبديل قادم، دخول للاعب اللي يرتدي القميص رقم 18 أحمد محمود. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت أمامية لكن تتخلص، أبعدت الكرة الأخيرة، عادت مرة أخرى، أجمعت سيا مرتدة لمصرعة الفريق الجزائري اللي يحاول. وليد عرجي انطلق في الجهة اليمنى، وليد اللي عنده هدف في هذه المباراة، وليد عرجي اللي الهدف أكيد أعطاه دفعة معنوية كبيرة في الدقائق الماضية. تبديل قادم، مدرب المريخ قال جينا الجزائر من أجل الفوز، رغم فوزنا بأربعة أهداف لواحد لكننا لم نضمن التأهل بعد. قال قدومنا للجزائر هو من أجل الهجوم وتحقيق الفوز وليس الركون للدفاع. لكن اللي نشاهده يامن الزلفاني، فريق يدافع ويدافع بشكل كبير ويترك المساحات الاتحاد العاصمة اللي يستغلها على أكمل وجه في الدقائق الماضية ويسجل ويسعد جماهير اتحاد العاصمة، يسعد الجماهير الجزائرية بهدفين مقابل لا شيء. ومتبقي تقريبا 24 دقيقة، وعلى فريق اتحاد العاصمة أن يسجل هدف في ظل هذا الضغط وهذه السيطرة وهذا الاستحواذ وهذه المحاولات وهذه الكرة العرضية، عرضية أرضية لكنها تتخلص، عادت مرة أخرى لمصلحة تاج. تاج يحاول نقلها أمامية بدون عنوان، الكرة أبعدت ومرت وهنالك صافرة
بوجود خطر، صافرة بوجود خطر على محمد عبد الرحمن. زعلان زعلان الغربال على الخطب في في اللعبة الأخيرة. كرة بتعود الآن، محاولة أمامية. شوف جماهير لا تهتم، لذلك عندما حضر مالديني انبهر، انبهر بهذا الملعب وانبهر بهذا الجمهور، وشاهد فريقي يرتدي نفس الألوان، وشاهد مدرجات تشجع، وتم اختيارهم في الكانر بلوز بأن الجماهير الأفضل في فترة ماضية. الكرة بتعود الآن، محاولة وصلت أمامية. وعلى فكرة معروفة جماهير اتحاد العاصمة بأن الجماهير اللي تبتكر الأهازيج والأغاني، ومعروفة بأهازيجها الخاصة وبأغانيها الخاصة. وفي كل مباراة يعني إذا كان الفريق مش في أفضل حالات، الأمر المضمون، المطالبة بركلة جزاء. حكم المباراة يقول ما فيها شيء، حكم المباراة يقول ما فيها شيء. الأمر المضمون يا محمد أمين أن المدرج يكون في أفضل حالاته. إذا ما تستمتع بالأداء نستمتع بالمدرج. كرة بتعود الآن، محاولة عادت مرة أخرى، هذه التسديدة من مسافة من خماسة نقلها لك، الكرة تتخلص وبعدت المحاولة. ضغط كبير من الفريق الجزائري، دفاع بشكل كبير من المريخ السوداني، من أبناء المدرب يامن زلفاني في هذا اللقاء. فوزيايا فوزيايا نقلها عرضية، الكرة تتخلص تبعد. رمضان عجب أبعدها، الإبعاد موجود بعد ذلك. محاولة وصلت أمامية، يا سلام إلى الغربال، الغربال الغربال محمد عبد الرحمن، لكن حارس المرمى إسماعيل منصوري، إسماعيل منصوري. هذه الكرات اللي هم يبحثون عنها، انفراد من الغربال، لكن الغربال لم يحسن التصرف في اللقطة الماضية. محمد عبد الرحمن لم يحسن التصرف في هذه الكرة، فرصة ضاعت على نادي المريخ، فرصة للعودة إلى المباراة بهدف التخليص، لكن الكرة بتضيع. تعود مرة أخرى، محاولة أمامية، تمريرة لعبد الرحمن، مزيان مزيان نقلها، هذه خطيرة. وليد عرضية تتخلص أيضا وتبعد، تعود مرة أخرى، تمريرة للنعسان، النعسان يا حبيبي النعسان، النعسان يصحى في اللقطة الماضية، لكن الكرة بتضيع. والمحاولة بعد ذلك أيضا تتخلص، تعود أمامية إلى وليد عرجي اللي حظا على كرة المدافع في اللقطة الماضية، حجار نقلها أمامية، والكرة بعد ذلك تبعد وبتمر إلى رمية تماس. رمية تماس، المريخ اللي يمر بظروف صعبة على الصعيد الإداري. سيف تيري هو اللي يستعد للدخول إلى أرضية الملعب، يعاني من إصابة عدد من لاعبيه. المدربة يامن زلفاني، فريق ساهم أو مدرب ساهم في صعود الفريق والحصول على كأس السودان في الموسم المنصرم بعد الفوز على هلال الأبيض برباعية رائعة، لكنه ودع بطولة الأندية الأفريقية قبل 10 أيام في الدور التمهيدي بعد أن فاز على خصم اليوغندي في مباراة الذهاب بالقلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف. خسر الإياب بهدف ليخرج بنظام الهدف في أرض الخصم. هذه الكرة الأخيرة لكنها عدت ومرت، وصلت بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى. رئيس النادي في الوقت الحالي محمد الشيخ مدني، الوزير الأسبق لوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم والشهير، الله يحفظه الله يحفظ هذا المشجع الجزائري السعيد اللي يردد معاهم الكحلة، الكحلة والحمرة، الكحلة والحمرة. يا اسمع 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 اسمع، لا يهدؤون أبدا، لا يهدؤون أبدا، يؤازرون يشجعون. يا الله، حتى المشجع الصغير يهتف معاهم.
واغنيتهم المشهوره كما ذكرت جينا من سان سيرو في بلوغين. بلوغين هو ملعبهم. عندنا غيراج، وغيراج تعني عندنا منعطف. هي الكحله والحمراء على الياسمان براش، على الياسمان براش، وهم غير ياسين حتى هذه اللحظة، متفوقين بهدفين ويبحثون عن الثالث، يبحثون عن الثالث في الدقائق القادمة من هذه المباراة ومن هذا اللقاء. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت في وسط الملعب، المريخابي متخوف، والجزائري العاشق والمحب لاتحاد العاصمة أيضا متخوف في الدقائق القادمة. هذا ينتظر هدف، وهذا يبحث في أن تنتهي المباراة، والكرة الأمامية تصل سهلة عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى اللي خرج في التوقيت المناسب وأمسك بالكرة الماضية. الكرة بتعود لنا، دخول سيف تيري وخروج أعتقد خالد النعسان، ترك أرضية الملعب، كرة أمامية، محاولة هذه خطيرة للغربال، أبعدها من أمام محمد بن يحيى، عادت الكرة تمريرة خلف المدافعين، تتخلص وتبعد. غيابات عديدة، يغيب اليوم محمد آدم، يغيب الدش، يغيب بكر المدينة، يغيب حمزة داوود، لكن يحضر المريخ، يحضر الزعيم، تحضر هيبة المريخ. شكرا للإعلامي والصحفي السوداني أيضا إسماعيل حسن على هذه المعلومات. الكرة بتعود، محاولة ونقلة أمامية، تمريرة إلى مزيان، مزيان عرضية خطيرة بالرأس، ومحمد أمين، محمد أمين أهدر العديد من الكرات، محمد أمين غير قادر على التسجيل، من سجل هدف الوحيد في مباراة الذهاب. لكن شوف عرضيات المعلم، لعيب لعيب عبد الرحمن مزيان، متألق وسريع ومهاري، قدمه اليمنى رائعة جدا، يصرع بطريقة جميلة، صنع الهدف الأول، يصنع الثاني، وكاد بأن يصنع الثالث، لكن لم يستغلها اللقطة الأخيرة واللعبة الأخيرة، لذلك الكرة ضاعت، الكرة ضاعت، والمحاولة بتعدي بتعود مرة أخرى في وسط الملعب، محاولة أمامية للأمام، إذا كانت هنالك أهازيج اتحاد العاصمة في ملعبه وسط جماهيره. هذه الكرة الخطيرة العرضية، الأرضية المتابعة، المتابعة عادت مرة أخرى إلى خمازي، حاول فيها يبعد عن زميل، عند فوزي، فوزي يا فوزي، حاول، الكرة اصطدت ومرت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمسرحة اتحاد العاصمة. شوف الكرة العرضية اللي كانت حاضرة والركلة الركنية، ركلة ركنية، كرة اصطدت، حاول ان يبعدها اللاعب محمد في اللقطة الماضية، لكن مرت الى ركلة ركنية، منقولة عرضية عالية خطيرة، لكن ايضا ابعدت، عادت مرة اخرى، ربع ساعة اخير وسيسدل الستار على هذه المباراة وعلى هذا اللقاء. الكرة العرضية اصطدت وعدت الى رمية التماس، فروقي يسحب فوزي يايا، يسحب فوزي يايا، حجار ساقط على أرضية الملعب، بالسلام إن شاء الله لحجار الظهير الأيسر، سلام إن شاء الله لحجار، يعاني من إصابة، إن شاء الله يعود مشافى معافى في الدقائق القادمة. تحدثنا عن أهازيج جماهير اتحاد العاصمة، هنالك أهازيج عرف بها جمهور المريخ، ليرددون المريخ ليس فريق نشجع بالوطن نسكن فيه، وكانوا يرددون في مباراة الذهاب فوق فوق مريخنا فوق، وكانوا يرددون بالطول بالعرض مريخنا يهز الأرض،
هازيج عرف بها وعرفت بها جماهير المريخ السوداني. الآن كرة ثابتة وركلة ركنية أو ضربة حرة، ضربة حرة لمصلحة نادي اتحاد العاصمة، ضربة حرة سيفتيري ومحمد عبد الرحمن هم اللي واقفين في عائلة الصد، والكرة الثابتة، كرة ثابتة خطيرة الاتحاد العاصمة. هل يسجل الثالث من خلال هذه اللعبة؟ نشاهد ونتابع. كرة ثابتة، منقولة عرضية عالية تتخلص هذه وتبعد، تعود المحاولة مرة أخرى للخلف، تعود لعبد رؤوف بن غيد حارس المرمى اسماعيل المنصوري، لمسة أمامية بالرأس أبعدها وخلصها. حجار الآن موجود يحاول يضغط، حجار خلصها لنفسه والكرة بتعدي إلى رمية تماس. رمية تماس محمد بن يحيى هو على تنفيذ، أو حجار على تنفيذ رمية تماس، نقلها أمامية سيفتيري منذ دخوله لم نشاهده بعد. محمد عبد الرحمن حاول على الجانب الآخر، خبر حماسة تبديل أجراء المدرب لكن لم نشاهده هو الآخر، ننتظر منه عمل أكبر. كرة منقولة، محاولة أمامية هذه خطيرة، وصلت في الجهة اليسرى لكن الإبعاد، الإبعاد موجود والكرة بعد ذلك بتعدي وبتمر إلى رمية تماس. فوزي آية ترك أرضية الملعب بالقميص رقم 7، واحد من أهم الأسماء في قائمة نادي اتحاد العاصمة، لكن لاعب كان يشكو من إصابة لذلك المدرب دفع به وتواجد كأساسي، سحب في الدقائق الماضية ودفع بورقة أخرى، ينتظر منها الإضافة في قادم الدقائق من هذه المباراة ومن هذا اللقاء. فوزي يايا لاعب اللي عنده 29 سنة، لاعب لوفاق سطيف، والآن موجود مع نادي اتحاد العاصمة في 19 مباراة مسجل 3 أهداف، اللاعب اللي لم يمثل منتخب الجزائري يتمنى بأن يتم استدعاءه، لكن عبد الرحمن مزيان 24 سنة لاعب اللي لعب مع المنتخب الجزائري الأولمبي في 16 مباراة، واستدعي أيضا لتمثيل المنتخب الجزائري الأول لكن للمحليين، واستدعي في الفترة الماضية للتواجد مع المنتخب الأول. الكرة العرضية العالية مرت وعادت إلى رمية تماس. رضوان شريفي يعيد الكرة في الخلف، رضوان واستلام خاطئ، لذلك الكرة بتعدي وبتمر إلى رمية تماس. رمية تماس ملعوبة الآن أمامية، محاولة وصلت هذه خطيرة علي سيف مر، تقدم انطلق وسط عديد من المدافعين، نقلها أمامية لكن أيضا المتابعة فيها تدخل حكم المباراة أمر بالاستمرار، عادت مرة أخرى الكرة بتصل سهلة عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى منجد النيل اللي خرج بالتوقيت المناسب وأمسك بالكرة الماضية. كرة بتعود الآن أمامية، محاولة خاطئة، عادت الكرة إلى عبد الرؤوف، عبد الرؤوف تمريرة أمامية طويلة خلف المدافعين، سهلة عند حارس المرمى منجد النيل، خرج في التوقيت المناسب، أمسك بالكرة الماضية، خطأ يحتسب في اللعبة وفي اللقطة الأخيرة، خطأ يحتسب في اللقطة وفي اللعبة الأخيرة. جماهير المريخ لن ينسوا أبدا سامي عز الدين، وسامي عز الدين سجل هدف في مرمى المورد رحمة الله عليه، هدف اللي جعل تقريبا نصف جماهير المريخ تدخل إلى أرض الملعب في أم درمان وبدون حاسية،
كان واحد من 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 تلك الجماهير خالد خضر ومحمد خضر كانوا موجودين وحاضرين تلك المواجهة وكانوا يرددون الأغنية الشهيرة والكرة السهلة اللي بتصل عند حارس المرمى والمطالبة بخطأ حكم المباراة يقول ما فيها شيء. وليد العرجي تمريرة الآن أمامية محاولة لكن تتخلص هذه وبتعود خلف المدافعين بالرأس تهيا وبعدت عادت وهنالك راية وتسلل رحمة الله عليه سامي عز الدين سجل هدف في تلك المباراة بعد عرضية رائعة وباكورد كان في مرمى المورد في الدقيقة الأخيرة وكانت له أغنية شهيرة جماهير المريخ تعرفها جيدا يقولون له الباقي دقيقة سامي تجيبه ودائما ما يسجل كان في الدقائق الأخيرة كرة موجودة الآن أمامية من نجوم اللي مروا على تاريخ المريخ ومن النجوم اللي لن ينساهم المريخابي العاشق والمحب لنادي المريخ المايسترو كمال عبد الوهاب حموري حموري على فكرة اللي لعب لنادي الوصل الإماراتي وكان تقريبا يعني جماهير الوصل تعتبره أفضل صفقة صفقة تاريخية في تاريخ نادي الوصل و اللاعب اللي كان دائما في كل مباراة يبدل قميصه لأنه لاعب قوي وسريع ومهاري ودائما اللاعبين الخصم يشدون من قميصه لذلك يضطر انه يبدل القمصان في كل مباراة وبشارة على فكرة بشارة عبد النظيم المحلل والناقد عبر ابو ظبي الرياضية بشارة عبد النظيم من المواهب اللي مروا ومن الأسماء الكبيرة اللي مرت على تاريخ نادي المريخ بشارة عبد النظيم بشارة عبد النظيم كان يلعب بنفس طريقة خافيير سافيولا كان يراوغ كل من أمامه ورأسه ينظر إلى الأرض على طريقة النجم الأرجنتيني لكن كان موهبة عظيمة لكرة القدم السودانية الكرة بتصل سهل عند حارس المرمى وليد العرجي ترك أرضية الملعب آخر خمس دقائق النمر أيضا يدخل إلى أرضية الملعب ورقة أخرى للمدرب يامن الزلفي وللمدرب أيضا تيري فروغي في شوط المباراة الثانية وفي اللحظات القادمة الآن المتبقي خمس دقائق فقط خمس دقائق وسيوزل الستار على هذه المباراة وعلى هذا اللقاء خمس دقائق ورح نتعرف على المتأهل إلى الدور القادم إما المريخ ولا اتحاد العاصمة كرة بتعود الآن سابع المتأهلين قبل هذه المباراة ستة تأهلوا ستة وصلوا إلى الدور الثمانية الكرة بتعود محاولة وصلت إلى سيف سيف يحاول لكن الكرة تتخلص وتبعد غائب سيف في الفترة الماضية للإصابة اليوم يعود لكن لم يقدم المستوى المنتظر منه الكرة العرضية الأرضية الخطيرة والمدافع لا المهاجم المهاجم وبعدين يا محمد أمين محمد أمين لا يكتفي بإهدار الفرص هذه المرة لعب دور المدافع لعب دور المدافع محمد أمين حرم مزيان من هدف التقدم الثالث حرم مزيان من هدف التأهل هدف الوصول إلى ربع النهائي فرصة ضاعت على نادي الاتحاد العاصمة فيها ضربة مرمى غريبة جدا هذه اللقطة تمريرة وصلت إلى اللاعب عبد الرحمن مزيان ومزيان نقلها لكن محمد أمين غير موفق اليوم الكرة بتعود الآن هذه خطيرة العرضية المنتظرة والإبعاد موجود عادت مرة أخرى إلى محمد عبد الرحمن اللي نقلها الكرة بالطول وبتعدي إلى رمية تماس هذا هو الغربال محمد عبد الرحمن اللي حاول سجل هاتريك صاحب أسرع هدف
في هذه البطولة في مباراة الذهاب، لكنه في مباراة الإياب يفتقد لزميل بكر المدينة، لممول بكر المدينة، للعقرب بكر المدينة اللي غاب عن هذا اللقاء بسبب الإصابة. الكرة بتعود، محاولة لعبد الرحمن مزيان، مزيان مزيان، نقلة أمامية، لعيب مزيان، صعب أنك تأخذ الكرة من تحت أقدام عبد الرحمن مزيان، مهاري موهوب. الكرة بتصل، محاولة في وسط الملعب، تمريرة أمامية، نقلة لكنها بتعدي وبتمر إلى رمية تماس. رمية تماس عادت مرة أخرى جماهير اتحاد العاصمة للتشجيع في الدقائق القادمة. الكرة العرضية بالراس تصل سهلة عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى، ونحن نلعب في آخر دقيقتين. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الفريق السوداني حتى هذه اللحظة، الزعيم السوداني يتفوق على اتحاد العاصمة، على الكحلة والبيضة، على سوستارة كما يطلق عليه هنالك في الجزائر، على الفريق اللي يقدم حضور طيب في هذا الموسم. بطل الشتاء حجار هو على تنفيذ رمية تماس، نقلها أمامية، هنالك صابرة بوجود أيضا خطأ كأس زايد أو كأس العرب للأندية الأبطال، وهذه النسخة تحمل اسم حكيم العرب رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، النسخة 28 من مسابقة الأندية العربية بمسماها الجديد كأس العرب للأندية الأبطال اللي تنظم من الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد اللي يعمل جاهدا من أجل ظهور هذه البطولة بالشكل المميز ومواجهة الأشقاء السوداني واجه السوري والجزائري واجه العراقي والسعودي واجه الجزائري والمغربي واجه أيضا شقيق المصري وغيرها من المباريات المثيرة في هذه النسخة الجميلة من التصفيات التمهيدية، وصولا إلى دور 32 إلى دور 16، وفي الأدوار القادمة ننتظر إثارة ومتعة أكبر بكل تأكيد. لكن هذه البطولة فيها زيادة قوية في الجوائز المالية سلطان عبد الرزاق، الأمر اللي جعل العديد من الأندية تهرول للمشاركة في هذه المسابقة، لأن صاحب المركز الأول راح يتحصل على 6 مليون دولار، يعني يا محمد وربيع مفتاح يعني 22 مليون ريال سعودي، حوالي 106 مليون جنيه مصري. صاحب المركز الثاني راح يتحصل على 2.5 مليون، ما يعادل 10 مليون ريال سعودي وحوالي 46 مليون جنيه مكافأة لكل فريق يشارك. ياه على هذا المنظر الجميل في هذا المدرج الرائع، مدرج أوفياء، مدرج الأوفياء جماهير اتحاد العاصمة اللي تشجع فريقها من الدقائق الأولى وصولا إلى اللحظات الأخيرة في شوط المباراة الثاني، لا تفقد الأمل، تنتظر من فريقها الكثير في الدقائق القادمة المتبقية. كم سيحتسب؟ راح يشير بطاقة صفراء، يشير بطاقة صفراء على منجد النيل بعد إهدارة للوقت ب داعي الإصابة. كرة موجودة الآن، محاولة أمامية، تمريرة خلف المدافعين، عبد الرحمن مزيان، مزيان مزيان يحاول فيها، مزيان بمهارته تحصل على خطأ، صعب صعب جدا مزيان، صعب انك توقف مزيان الا بخطأ الا بكرة ثابتة. وضربة حرة، ضربة حرة مباشرة
لمزرعة نادي اتحاد العاصمة، والنتيجة 2-0. 2-0 لنادي اتحاد العاصمة، فقط هدف.